البرنامج، نبتدي الاجتماع بتاعنا ونبتدي البرنامج عشان كل المشاهدين برضو يبقى عارفين احنا بنعمل ايه وناويين على ايه. اول حاجه من قلنا الافكار كلها اللي اتعرضت على الفيسبوك، نبتدي نلخصها في نقط عشان تبقى سهله للزملاء. مهد ممكن تصور لنا؟ لا مش فاكره، انا مراته. اتفضلي. ازيكم؟ اهلا وسهلا. ايه ده ما خدتوش اي عنصر نسائي معاكم ولا ايه؟ لا باقي مدام عزه. بس مين جايش؟ مدام عزه. مدام عزه؟ عشان بس بنسجل، فتسجلي لنا ممكن؟ لا طلع لك ريمون، هو قال لي لو يسجلوا. طيب طلعي ريمون يسجل. طلعي ريمون يسجل عشان. يو ار موست ويلكم. انا مش عارفه اعمل لكم ايه، اجيب لكم حاجه ساقعه بسرعه من تحت، اعمل لكم شاي. لا ولا حاجه. يعني بسرعه الطلبات المطلوبه. طب نقفل التسجيل ده. هنبتدي نلخص البرنامج ونشوف هنعمل ايه في نقط عشان تبقى معروضه في نقط زي ما اتفقنا. انا كنت حاططهم 12 نقطه اللي هم الاساسيين، ومحناش حاجة تانية برضو، بس الوسائل كنت مسميها الوسائل الاثنى عشر للخروج بمهنه الارشاد السياحي من النفق المظلم واستعاده مجدها. اول حاجه المطالبه بالغاء امتحان وزاره السياحه للارشاد السياحي نهائيا، وقصر دراسه الارشاد على الكليات والمعاهد الاكاديميه المتخصصه فقط، مع ايقاف انشاء المزيد منها، بالاضافه لالغاء كافه الامتحانات التي تعقد لهؤلاء الخريجين من شباب المرشدين قبيل حصولهم على الترخيص بالنقابه او الوزاره او بعد حصولهم عليه. متفقين؟ تمام. طيب نلخصها، عايزين صيغه تطلع في برنامج الانتخابي بتاعنا صغيره الناس تفهمها. نقول الملخص بتاعها ايه؟ المطالبه بالغاء امتحان وزاره السياحه وقصر الارشاد على الكليات والمعاهد المتخصصه. متفقين؟ طيب يبقى دي اول نقطه اتفقنا نحن مجموعه دكتور رامي الانتخابات 2018 2021 لنقابة المرشدين السياحيين على تبني النقاط التالية كبرنامج شغال انتخابي. فيك لا لو في فلوس. واحد، المطالبة بإلغاء امتحان وزارة السياحة وقصر دراسة الإرشاد كليات الكليات المتخصصة، مش معاهد يعني، كليات. متفقين على كده يا جماعه؟ عايزين كليات بس، مش عايزين معاهد، عايزين نرجع زي زمان. متفقين؟ ده مش معناه ان المعاهد المعهد اوكي، يعني اللي اخذها بمعهد خلاص مستمر معانا طبعا، لكن ما حدش جديد، عايزين كليات بس. لكن اللي هو اوريدي لحظه. الو الو، كان في موظف او موظفين تبع النقابه ينزلوا يتاكد يفتش على امر الشغل خلاص، وهيبقى من حقي ان انا اعمل شغل لنفسي، بس نتفق الاول عليها قانونيا مع الضرايب ومع الهيئات الرسميه ان انا قانونا انا صاحب عمل وقانونا انا منشاه ومن حقي. تمام. لكن مش هاخد شغل شركه سياحه خالص، انا مش هشتغل في شركه سياحه، لكن جالي شغل من حقي احولها على شركه سياحه واشتغل فيه. الو الو، اهلا، مين معايا؟ ماشي، معمر فتلة مكي قفل برضه في الدنيا 10 ثواني تقريبا. بس اقفل تاني كده، اقفل. بيقول 700 جنيه، 700 جنيه دي هتتنفس. 700 جنيه للفرد؟ 700 جنيه للمرشد السياحي يوميا. تمام؟ اللي هيشتغل باقل من 700 جنيه هيتعاقب. بس ما قبل كده المجلس القديم قال الكلام ده. طيب دورنا ان احنا ننفذ، اذا كان ما تنفذش دورنا ان احنا ننفذ. بس معايا اول قضيه راي عام في شركه 400 جنيه. بس نقطه ولا نقطه؟ خلاص ماشي، احنا معاك احنا معاك خلاص. بس انا حاسه ان احنا هنقعد نواجه ناس وده اخ 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 حرب. مش مصالح المهنه، احنا عندنا دور المقاله ايه؟ اقتراح جميل بس انها توصل لل وجه اللي ضد المهنه. لا اول اقتراح ده احنا عرضناه على المجموعه كلها، بنقول ايه؟ بنقول احنا كنقابه المفروض يبقى لينا في كل سايت في مصر هنا، مش طالبين مكتب كبير، لا طالبين كشك صغير مبدئيا النقابه
تمام بيشرف على اي بيتعين من النقابه ويعمل بحيث ان انا وفي كاميرا في المنطقه نحاول نجيب الكاميرا دي ناخد اذن ان احنا نحط كاميرات بتاعه النقابه. انا النهارده شفت ماجد في المنطقه في وادي ملوك. ماجد ليه مش متسجل في الدفاتر؟ ما حاجه من الاثنين، يا اما ماجد عارف يصرف اموره فما تسجلش في الدفاتر، يا اما ماجد مظبوط وشغال باليوميه الحقيقيه وقدم الورق وتسجل في الدفاتر. فهيبقى عندي موظف النقابه بيسجل كل مرشد داخل وبيسجل ان المرشد ده فعلا شغال باليوميه مكتوبه له على امر الشغل. ده كمان لو ماجد ده او فلان الفلاني يشتغل مع شركه، الشركه دي بتشغل باقل من كده وهو قبل، ماجد هيتعاقب. اول مره مفيش عقاب، هيبقى بس انذار، لكن تاني مره هيبقى فيها عقاب، وتالت مره العقاب اكبر، ولو استمر كتير ممكن ده يؤدي بيه ان انا اكسب المهنه. خلاص؟ فده اللي هيبقى النظام. الكاميرا زائد الموظف بتاع النقابه هيظبطوا العمليه، وهنقدر ان احنا نجيب حق المرشد بالطريقه دي، ان كل ورشه شغال باليوميه. لو انت اشتغلت مع شركه بلاك ليستد، يعني الشركه دي دايما بتشغل مرشدين بسعر اقل، المرشد اللي هيشتغل معاه بسعر اقل هيتعاقب والشركه هتتحط بلاك ليست. ولو انت اشتغلت مع شركه بلاك ليست نفس المشكله انت خلينا نقول انك لما تيجي تجدد الكارنيه النقابه مش هتتحط. طبعا طبعا، ما في مليون عقاب. احد اهم طرق العقاب اللي مش هيتجدد لك لفتره معينه، طبعا مش هيتجدد لك. مفيش مرشد في مصر باذن ربنا هيشتغل باقل من 700 جنيه. معلش يا دكتور، كلنا ما بنحصلش اقل من كده الحقيقه. معلش يا دكتور، معلش في برضه كله بينزل بأقل من كده. عايزين لا حدش بينزل، انا والناس بتوعي محدش بينزل بأقل من كده. الناس اللي انا شخصيا انا بشتغل باليوم، لكن في ناس ب 100 جنيه. والله لكن بس معلش يا دكتور، انا كان لسه عندي مشكله في ماسكيرو، كان معايا يوميه انا ما بنزلش اقل من 700 جنيه. تمام، كانت يوميه واتفقت معاهم وقلت لهم شغل قبل كده، انا باخد اسبوع واكتر. واحد زميلي اخذ الشغل بتاعي ده وقال لك انا هاخد اقل من كده. طبعا بياخد شغل وهيتعاقب زميلك ده لو اخذ شغل باقل من 700 هيتعاقب، والشركات ساعتها هترفع اليوميات بتاعتها، مش هتشتغل بقى ب 30 دولار والشغل ده، لا هيبقى ب 300 دولار وهترجع السياحه. خلينا نقول كذا دولار، سيبوكم من المصري بقى، لان هم بياخدوا من الناس بالدولار. ماشي، بس خلينا نلتزم دلوقتي بالقرار اللي في ايدي لحد ما نقدر نغير حاجه احسن. انا مع حضرتك جدا، مدام عزه بره بيشتغلوا باليورو، بيشتغلوا اقل مرشد، اقل مرشد 200 دولار 200 يورو اقل حاجه، ما كانش 300 400. عشر مرشدين لسه وجاي اشغلهم لوكال جايد ببرايس معين النقابه تبقى متفق عليه. ما انا لسه هسالكم، هو اللي قاعد ده مين اللي هيديله الفلوس؟ بالظبط. ده مرشد؟ بالظبط. اللي قاعد في الكشك ده مرشد؟ لا، اللي هو موظف نقابه. موظف نقابه هياخد كام من هياخد مرتب؟ هياخد مرتب من النقابه، هيبقى مرتب. هيبقى عندي مبدئيا ممكن في الاول في كل بلد واحد، ممكن النهارده ينزل وادي، بكره نازل استاذ كان بعد ما طلع في حاجه اسمها في حاجه اسمها اللوكال جايد. انت مش هتبقى عارف هو فين، انت مش هتبقى عارف هو فين في الاول، خلاص. ممكن فممكن تتفاجئ بيه، لكن بعد كده انا نفسي طبعا باذن ربنا تبقى في كل منطقه في البتاع من دوره بيعمل تشيك، ومن ده مش بيعمل تشيك على ده بس، ده بيعمل تشيك على المراكب، يروح يشوف اللي شغالين كام واحد في المراكب. وينزل زي من دور ينزل هو ماجد، في اثنين في الكابينه ماشي، في ثلاثه في الكابينه صالحه، في عايشين 10 في الكابينه، المركب دي على طول بلاك ليست. حلو على طول بلاك ليست، لان انا وكمان وكمان ويقدر يجيب لي فرصه عمل. هيقدر يجيب لي فرصه عمل. يعني ايه؟ يعني الزميل ده سوري، ده مش زميل، ده موظف النقابه. الموظف النقابه ده بالتشيك اللي هو بيعمله ده هيقدر يشغل ناس كتير، يشغل ناس، لانه الكشك ده او المكتب اللي هنعمله في المكان السياحي زي المتحف المصري، حد عايز مرشد بيدي لك مرشد. بس دي فرصه مرشد. تعقيب بس معلش، فكره كويسه جدا، احنا ممكن نعمل حاجه كويسه جدا نستفاد منها وما ندفعش بيها المواد خالص. جماعه الطلبه اللي داخلين جديد في المهنه ممكن نعمل لهم حاجه ترينيه كده، نقول لهم هتنزلوا فتره 3 اشهر لتدريب في معبد مثلا فلان او في مكان فلان او في مكان فلان، ده هتبقى حاجه من ضمن اللي هياخدوا بيها التصريح. يعني شغل التصريح غير ما يعمل ترينيه مثلا مده 3 شهور او شهرين او شهر زي ما كده، في الشهر ده الطالب ده هيخش اسمه، هو هياخد يعني هو بيسعى ان هو هياخد الكارنيه، وفي نفس الوقت هيبقى واجهه ان هو عايز ينزل ان هو يبقى دكتور جاي، وفي نفس الوقت مش هيدفع فلوس. جميل، دي اتحط من ضمن البنود ان اي حد هيعمل الترنيه بتاعه لازم يقعد فتره لمده شهر او شهرين تدريب في متحف الاجازه، في الاجازه ثلاث شهور، شهر في الاجازه شهرين، دي هتبقى حاجه اساسيه.
الحساسيه موجوده للجديد يعني قصدك لاي حد جديد اي حد جديد ويبقى داخل النقابه وده هيساعده ان هو يحتك بارض الواقع طبعا دي هتبقى حاجه ان هو هيعمل احتكاك وفي نفس الوقت احنا استفدنا من حاجات موارد وبرده وبعد كده نعمل له كورس صغير في النقابه اللي بيتاخد نظري لا لو هيدخل كل سنه كل يعني 3 شهور في السنه او شهرين بعد ما يخلص ده تعالى انت خدت ايه كذا 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 نسكر ممكن نعمله شهاده ممكن نعمله شهاده من النقابه ان هو ادى الدوره بتاعته في متحف كذا يبقى في اربع دورات ويديله مثلا نجمه نجمتين يعني يديله ثلاث تقييمات تقييم واحد بس انا دايما مبدئي رايي كده ان ما يقيمش المرشد غير دكتور جامعه او الاجنبي محدش يقيم زميلك ليه واحد لسه داخل الكليه او المعهد ده لسه احنا بناخد بايده ماشي احنا في سنه لا معاك لا مرانه 100 طبعا صح مرانه بتاع لكن انا ما اقيمش زميلي مش تقييم اخر حاجه بقى اخر حاجه بعد الاربع سنين لو هو عايز يجي دكتور زي ما النقابه بتعمل هو اللي يعمل امتحان نظري ويتكلم كذا كذا صح خلي بالك برضه يا استاذه في حاجه كمان احنا لو عملنا الاكشاف خلينا الناس الجديده سيب مثلا مجموعه القاهره اساسا في القاهره عنده مهندس جديد تمام هو هيروح يسجل في النقابه النقابه تبدا تنزلهم ديلي مثلا او شهري او اسبوعي في الهرم مثلا في سقاره في دهشور الاماكن دي كلها فاضيه عايز شرطه لوكال جايد في 100 رهينه انا شغال فيه ودربته وفي نفس الوقت حجبت له الشغل لحد ما يبقى اكسبيرنس زي الناس الكبيره لكن ما اجيبش انا مرشد لسه واخد رئيس النهارده وانزله على كروز نزلوا صورهم شعب اشتغل طيب هتنضمنا زي الكلام ده بعدين بقى مش كده؟ يمكن دلوقتي لا بس من غير ما يشوف حاجه مش مهم مش انا يعني انا اللي هيوافع عليه دكتور رامي او النصر مستر اسامه انا موافق عليه مشكله اديهم ريكومنديشن او نومينيشن ليكم انتوا الثلاثه خلاص هندي على كل الصفحات يا جماعه اللي هنكتبها ان شاء الله طيب النقطه الثانيه مطالبة كافة الوزارات والهيئات المسؤولة بقصر الدراسة بأقسام وكليات احنا قلنا أقسام وكليات الإرشاد السياحي الحالية والقائمة في مصر على اللغات النادرة فقط لمدة 10 سنوات من تاريخه. على أن يتم تحديد أعداد المقبولين بكل لغة مستقبلا وبكل لغة نادرة حاليا على أساس إحصائية تراعى فيها أعداد السياح الوافدين من كل لغة وأعداد المرشدين المتوفرين لهذه اللغة وظروف كل لغة تشرف عليها نقابة المرشدين السياحيين. ملخصة بإيه؟ حد عنده صيغة صغيرة؟ لما كده برضو المعاهد هي فاتحة إنجلش احنا قلنا مع كليات دلوقتي كليات؟ المعاهد زي ما قلنا معانا أي حد خريج معهد هو معانا وكله أي حد في سنة أولى معهد هيكمل عادي لكن مش عايزين جديد هنحاول فيها هنحاول فيها من واقع سلطتنا عشان نحدد عدد. طيب مطالبة كافة الوزارات يبقى ايه السعي لقصر ماشي كده لو حد عنده صيغه تانية مختصره لا السعي لقصر الدراسه على اللغات النادره بكليات الارشاد السياحي على اللغات النادره فقط لمده 10 سنوات طب ما تخليها 5 سنين ما نخليهاش 10 كتير قوي 5 سنين او ممكن نخليها لحد الدوره اللي احنا 7 سنين لا خمسة سنين خمس سنوات بس ما خمس سنوات أو الأربع سنين بحيث لو حد دخل السنة دي يبقى قدامه أربع سنين ويخلص على أساس الإحصائيات ماشي على أساس حساب مدام عايزة تقولي حضرتك لو حضرتك قلت لو في حد دخل السنة دي سنة أولى قدامه أربع سنين ويخلص طبعا يكمل عادي لو خليناها خمس سنين هيبقى في حد داخل سنة أولى في المعهد الجديد بالظبط عشان كده قلت 10 سنين يا جماعة خليها نعملها سياسة احنا هنحاول فيه وبعدين هيكمل عشان كده دي النقطة الصح لأن فعلا أنت النهاردة لو ابتديت أنت معاك أربع سنين لسه في ناس بتدخل فخليها 10 صح كده عشان تقدر تعمل سياسة لونج ران سبعة أربعة بحيث إن المعاهد الناس اللي داخلة السنة دي سنة أولى خلاص يبقى خلاص خلاص الأربع سنين دكتور رامي أنت ليه مركز في نقطة الدراسة وبتاع ما خلينا في الناس اللي شغالة الأول واللي يخش البريورتي الناس اللي شغاله وشقيانه ماشي بس انت دلوقتي عايز نحدد الاعداد في المهنه بتاعتك مش عايزين نبقى وصلنا 18000 خليها اربع خمس سنين اربع سنين اربع سنين اللي هي دفعه وبعدين في اقتراح بس صغير عشان عارف اللي يحصل
جميع المعاهد لو احنا اتكلمنا فيها هنهاجم معاهد الصين. مظبوط. انا بقول لك، انا بقول لك الواقع ده عشان كده انا نسيبها ولا نحاول فيها؟ لا نسيبها. نسيبها دلوقتي نروح وزاره السياحه ونتكلم معاها في المواضيع، لكن مهاجمه مش تبقى مش ممكن. هيكون واكيد احنا مش لوحدنا، لما تيجي الانتخابات هتلاقي في مجموعه ثانيه وهيأزروهم ويقروهم، هنفتح على نفسنا جبهه. لان في ناس فاتحه وناس في الوزاره فاتحه فايلات في بالظبط، ومستنيين بس اي حاجه تك علشان ايوه. بس احنا دورنا كمهنة ان احنا نحدد الاعداد، هنفضل لحد امتى بنزيد كل سنه بالعدادات بتاعت الوزاره؟ احنا ممكن نخليها نقطه نتناقش فيها بعدين، بعد لما نمسك في ايدينا لما نعمل حاجه. خلاص يبقى هي النقطه بتاعتنا، بس ممكن نعملها نعمل تنفيذ اشياء. طيب ثلاثة، تغيير مواد قانون الإرشاد السياحي الخاصة بعدم جواز المرشد السياحي، عمل عدم جواز عمل المرشد السياحي في أي عمل آخر، والخاصة بوجوب تحديد ترخيص الإرشاد السياحي كل 5 سنوات، وتجديد ترخيص الإرشاد السياحي كل 5 سنوات، والخاصة بوجوب تسليم الترخيص عند التوقف عن العمل به لفترة أو ممارسة عمل آخر بصورة عارضة، والخاصة بسقوط ترخيص الإرشاد السياحي عند عدم تجديده خلال 2 سابقين لتاريخ الانتهاء بالعمل به، والخاصة بالتعامل مع المحال السياحية وتقاضي عمولات وتدخل الشركات في هذا الشأن، والخاصة بإشراف وزارة السياحة دون وزارة الآثار أو المجلس الأعلى للآثار أو الهيئة الممثلة للآثار على عمل المرشد السياحي. هنختصر يا جماعة، على عمل المرشد السياحي، وذلك بما يتناسب ومصلحة المرشد السياحي، ويضمن حق الدولة في الحصول على الضرائب المستحقة عن عمل المرشد السياحي وكافة إيراداته رسميا بصورة رسمية. أنا مستني بقى بالذات عشان النقطة دي. النقطة دي أنت مش أنت عايزين نتجنبها. تجنبها تماما. ليه بقى؟ أولا أنا عن نفسي مش موافق على النقطة دي أصلا. ليه؟ إن أنا السياحة اتضربت. هعمل إيه؟ أنت كده بتلتزم إن أنت تدفع فلوس للناس اللي قاعدة في البيت. بالظبط. كنقابة. أنا ما خدتش ال1000 جنيه. أنا عن نفسي اشتغلت 4 سنين ونص عند ناس تانية أكلت بيها. أنا غير موافق على النقطة دي نهائي. وبعدين أنا أقدر أمشي، الباقي أنا عارفه وحفظته. يعني انت قصدك انك عايز ان المرشد يشتغل زي ما هو عايز طالما الساحه اتضربت. طيب ما هو احنا ويبقى فليكسبل جدا. احنا قلنا كل الافكار يا جماعه دي ده بالنقطه التحميليه، التحميلات بتاعته يقدر ينقلها في اي وقت كمان. ايوه. لكن لو الساحه ما اتضربتش وانت موجود كمرشد سياحي مش من حقك تشتغل حاجه ثانيه. طبعا من حق المرشد ده في الوقت اللي ما فيهوش كل الناس تبقى عارفه الساحه بتضرب امتى او اتضربت. الاوقات التي تعلن عنها النقابه، الاوقات اللي تعلن عنها النقابه ده وقت كسيت سياحي من حقك تشتغل حاجه ثانيه. بالظبط. الايات التي تعلن عنها النقابه اللي فليكسبل جدا، واللي بيعلن عنها التلفزيون احنا نستنى النقابه. ما احنا عرفنا في حاجه ما كذا خلاص. برضه حضرتك كل العمولات احنا عايزين ندخل نقطه العمولات دي في الاول عشان ما الشركات ما تخش فينا هتعمل سبورت الناس الثانيه. النبي فقدت موضوع العمولات يا جماعه. احنا ممكن نختصر الموضوع ده كله في الغاء حته التجديد كل 5 سنين. لا انا راجل مهم. مهمه ليه بقى؟ علشان التجديد مش عارف ازاي كان يبقى في عمولات ايام. انت رحت الجامعه الاسكندريه عملت عمولات ايه؟ بتتعامل مع اجانب. افرض انت رحت مع جهه كده كده مش بتروح مع عند الدوله؟ مش عايزين كلنا مش متراقبين يعني؟ ايه؟ بس احنا كلنا ملفاتنا مش عند امن الدوله؟ عند امن الدوله بس كل 5 سنين لازم هم يشاركوا عليك. دكتور رامي غالبا ما فيش امتحان. فلكسبيليتي جدا للمرشد ان هو يشتغل في اي وقت ويغير تاميناته زي ما هو عايز، الا لو السياحه فيها رعب سياحي وهو بيعمل بيجدد الكارنيه بتاعه بتاع عضويه النقابه كل سنه، مع ذلك ان هو شغال ان سيرفيس، يبقى بعد كده ما لوش حاجه خالص ان هو يدفع ضرايبه يلتزم بالكارنيه. لكن طالما الدنيا مضروبه يعمل اللي هو عايزه. الكلام اللي بيقول ده هو المكتوب. المكتوب ده شيء مكتوب غلط ليه؟ تغيير مواد قانون الارشاد السياحي الخاصه بعدم جواز عمل المرشد، يعني ايه الخاصه بعدم جواز عمل؟ تتغير فيبقى مسموح بالعمل. اكتب بقى مسموح بالعمل ده، شيل بقى بالظبط. العمل على السماح، العمل على السماح بعمل المرشد السياحي. العمل على السماح بعمل المرشد السياحي، عمل المرشد السياحي في اوقات الكسائد التي تعلن عنها النقابه. حتى لو مش في اوقات الكساد، واحد عنده بيزنس، واحد بيشتغل بيزنس في اي مهنة اخرى، واحد بيشتغل في ترانزليشن في الكساد من الايجنسيه. النقابه مش هيكون ليها التاثير على الحكومه، يعني النقابه ما لهاش اليد العظمى. احنا النقطه دي بتعارض قانون العمل مباشره، قانون العمل 3 2008، قانون العمل بتاع 2003 اللي هو رقم 12، قانون 12 2003 ب
بيتكلم بس على فكره ان ممنوع انه يكون ملم بوظيفته ازاي. طب ما انت بتتحاسب ان انت كمان حر بزنس مان. بزنس مان انا شغال استني بقى بشتغل في في الارشاد وبشتغل في المخدرات. لا بتشتغل في الارشاد بتشتغل قانون الدوله بيعمل لك ملف مدمج مع الاثنين ملف ضريبي مدمج للمهنتين بتوعك. ولكن في حاله ان انا هقوم ملم بوظيفتين هيبقى عندي مشكله فلازم احط جهه تنفيذيه معايا في الموقف. النقابه لوحدها مش كفايه يعني. انا بشوف ده رايي الشخصي. النقابه لوحدها يبقى انا بتحدى الحكومه. الحكومه بتلزمنا كلنا بده. فانا ازاي امسك العصايه من النص؟ طيب انا الناس اللي راح اشتغل على سبيل المثال الناس اللي اشتغل في فودافون بتدفع ضرائب للدوله كسب عمل. كسب عمل التامينات بتخصم منها بتخصم من المرتب بتاعها وبتاخده فودافون بتسلمه للتامينات. والترخيص ده معقول وترخيص يبقى لازم التامينات دي تتخصم بس يجيب جواب ان هو شغال في الفودافون كذا كذا بس. الفكره بقى ان ترخيصه ما قوانين التامينات ده بقى نكمل بقيه الفكره ان ترخيصه ما يقفش ما يقفش طبعا واروح الوزاره اجدده انا راجل شغال في فودافون عشان اكل عيالي مثلا. لان لو سياحه اشتغلت انا هسيب فودافون مصر سياحه. لكن اللي بيحصل في العادي انت تروح يقول لك لا هات لي جواب من التامينات ان انت مهنه حره ارشاد سياحي. يبقى لازم دي اهم واخطر حاجه دي انا عانيت فيها شخصيا. رحت نقلت وسبت شغل عشان افتح الترخيص تاني. أيوة. اجدد الترخيص التامينات بتقف. مش كلمه انا رايح اجدد الترخيص واطلع لكم تاني. قال لك مالكش مكان ارشاد صحه مصري عملنا بالصيغه اللي عملناها عشان دي يا جماعه عشان دي بس الربع دي الصيغه اللي احنا هنكتبها في برنامجنا الانتخابي. خلاص اوكي لكن احنا مبدئيا احنا متفقين على كل ده. طيب اوكي بس دي نقطه مهمه جدا عشان تبقى الامور واضحه بس ودي هتعمل لك سبورت جدا على فكره. بس احنا داخلين موافقين على المبادئ وبنصيغها عشان البرنامج بس خلاص. اللي مش موافق على البرنامج دي ما كانش لا احنا موافقين تمام اوكي. طيب انا استررتش بقى عشان انا خلاص كده مش انا بس مفيش ترامي اشوفكم على خير بقى معانا انا اتصورت خلاص قال لنا موافق على كل المبادئ دي موافق على الصيغه بتاعتنا بالاختصار وهيمضي عليها تمام صح كده تمام. وفي تاسك تانية اقولها لهم بقى لما امشي او ما تخلصوا البوينت اللي انا قلتها لكم قبل ما الجماعه يجوا. التاسك بتاع الالكشنز والحاجات اللي هنعملها دي دي برضو انا متعهد بيها ان شاء الله ربنا يسهلها تتم خلاص. بس نحدد بس الاول انا هبقى ان ولا اوت ماشي حسب السفر. اذا كنت هتسافر المانيا ولا مش هتسافر المانيا. انا هسافر المانيا انا هيفضل مكان خلاص. على فكره انا ممكن ابقى بره وادخله اللي انتوا عايزينه انا ما عنديش مشكله. مش ربنا وانت بنت وحشه بقى ينفعش لا لا بره اتكلم جد والله ينفعش بره ايه الاساس لا بره عشان انت انا عايز اقول لكم احنا ممكن نطلع راجل ونجيب واحد. انا ممكن ابقى معاكم قدر ما تقدر بس مش لازم ابقى معاكم. خافت القانون بيقول لازم بنوته او واحده ست تسافر بالظبط. لكن قانونا دي قانون قانونا قانونا حضرتك الاهم احنا اللي تبعك مش انت لازم بس احنا اللي تبعك. يلا بالتوفيق للجميع ان شاء الله. النقطه الرابعه السلام عليكم. خلاص دي التامينات دي مهمه جدا خلاص. انهاء حاله التشتت وعدم القدره على تجميع المرشدين السياحيين معا لاتخاذ القرارات المصيريه المتعلقه بمهنتهم ومستقبلهم من خلال ايجاد الاطار القانوني لتعديل الحد الادنى المحدد حاليا لعدد الحضور المطلوب لاكتمال النصاب الجمعيات العموميه بحيث يسمح باكتمال النصاب باقل عدد ممكن من الاعضاء وان تعقد لقاءات دوليه. وليكن كام معلش وليكن انا رايي 300 رايي 300 خلاص اكتبه 300 يعني اختصرها كده اوكي. العمل على تعديل نصاب الجمعية العمومية لتكون صحيحة الإعاقات بحدود 300 أو حالة تقول 300 تمام خلاص. من النقطة دي هنختصرها في النقطة دي لتكون صحيحة الإعاقات بحدود 300 أو أهلا بيك تمام. أنا ما لقيتش غساب معلش ممكن أنزل أجيب لكم بيبسي أو في تنزلي ليه يا حبيبتي؟ أقعدي هنا تعالي أقعدي هو النزول ده سهل لا أنا شهادة تعالي أقعدي تعالي فتح النهاردة ده لا في سلالم دايم في سلالم لفة أنتوا طلعتوا 600 اخر جمعيه عموميه راي يا نصر عشان نبقى سمعانا كلنا. العمل على تعديل نصاب الجمعيه العموميه لتكون صحيحه الاعقاد لتكون 300 عضو فقط لتكون صحيحه الاعقاد اقل عدد على اساس ايه يعني لو زادت ماشي مش عارف ايه الجمعيه العموميه الاخيره كان فيه كام فرد؟ مين حضرتك؟ كان فيها 1930
1930 قالوا 930 قالوا 930 وقالوا ان دي اكبر جمعيه عموميه بس في اراء تقول لا مش عارف 300 كويس لحد قبل زي النقاط الثانيه عملت 300 اوكي النقطه الخامسه صور عدم السماح بالتعامل بين المرشد عدم السماح بالتعامل المباشر بين الشركه السياحيه والمرشد السياحي لتفادي ضغط الشركات السياحية على المرشدين أو تنازل بعض المرشدين على حقوقهم اللي هي التحصيل المركزي. صعبة جدا الحاجة. لدى الشركات بما يسيء للمهنة. هنحاول فيها، أنا عارف إنها صعبة. صعبة لأن الشركة بتكلمني على طول أو أنا مثلا جالي شغل. لحظة. ألو؟ نزل يا محمد خد تليفون لسه هيقول له برضه. لسه هنروح للنقابة الجامعة. لا لا لا. عليكم السلام مين معايا؟ ممكن نتكلم ضروري تختار النقابة. عايز يعرف إزاي؟ طلب شركة. محدش هيعمل كده. خبرتي ان في شركات قافله على المشجعين وانا ما دخلتش غير طب وايه يعمل مجموعه خلاص خلاص على فكره لما كان في شغل بس هنبقى لما كان في شغل كنا كلنا بنشتغل يعني انا كان يجي لي شغل كتير مرفوضه عشان صح ده بس عشان بقى بس بتكلمني لكن الصبح ما فيش حاجه مش هنقدر الصبح ما فيش حاجه مش هنقدر ان بكره ايه بكره هو ده اسبوع الالام دلوقتي بعد الساعة واحدة بعد الساعة واحدة هتبقى بعد الساعة واحدة يعني انا شخصيا انا حتى لما الكنيسة تبقى شغالة بدخل مع الناس بس تقدري تعملي انت وجربي يعني ما حدش بيكلمني خلينا نبقى عن الشركة انت بعدها هتبينهم على السعر اللي انا قلت ايوه عدم السماح والتعامل المباشر بين الشركه السياحيه والمرشد السياحي لتفادي ضغط الشركات السياحيه على المرشدين او تنازل بعض المرشدين عن حقوقهم لدى الشركات بما يسيء للمهنه ككل ولحقوق كافه الزملاء وان يتم التعامل فقط من خلال النقابه التي يتوفر بها طاقم ضخم يقوم بتلقي اوامر الشغل من الشركات باليوميات القانونيه ويتولى توزيعها فوريا على المرشدين العاملين المقيدين لديه بعد الاحتفاظ بحقوق الشركات في طلب مرشد معين حال فراغه يعني النظام الحالي وذلك من خلال النقابة فقط ويتم توزيع كافة يوميات الإرشاد السياحي التي لا تطلب مرشدا بذاته على باقي المرشدين المقيدين بالجداول وفق أسس عادلة ومعلنة مسابقا تراعي عناصر عدالة التوزيع والخبرة واللغة والكفاءة على أن تضمن النقابة للمرشد حقوقه كاملة لدى الشركات وتقوم بتحصيل وتجميع كافة مستحقاته لدى الشركات من خلال إدارات التحصيل بالنقابة وفروعها بعد خصم 10% من قيمة اليوميات تخصص لصناديق المعاشات والتكافل الاجتماعي بين المرشدين والطوارئ. النقابة هتجمع لي نفسها اللي ب 700 يعني 700 كلها النقابة هي اللي تجمعها وتخصم لي منها الضرايب وتاخد 10% عشان كل الصناديق وعشان المعاشات وكده يعني بتاخد لي 10% مقابل التحصيل ومقابل الصناديق وبتخصم لي الضرايب اللي انا المفروض ادفعها وبتديني البيت. وهي اللي بتجيب لي كل حاجه ولا محدش هيعمل انا بنزل شغل ببقى سعيده ان انا يومين ثلاثه المصريين في البرنامج ولا ما هي الفكره برنامج هي برنامج كل واحد مع الكريدت كارد بتاعه بيخش الفلوس على حسابه مش عارف النقطه دي ولا الكلام ده نعم في البرنامج بس خلال الكلام مش كل البيانات داخله على الكمبيوتر احنا بنحاول فيها يا جماعه لكن ما بنقولش ده حاجه احنا بنقول لا وعود انتخابيه يعني انا ما اقدرش ان انا ما اقدرش اخد المرشد السياحي من نفسه من يشتغل معايا بكره لما اخش على اللينك النقابه بشتغل مثلا مع ليكم مع احمد ايوه عشان انزل احمد شغل بكره بخش على اللينك بتاع النقابه بختار احمد يبقى معايا بكره بختار اللي انا عايزه صح بس لازم الشغل على طول لو ثبت ان في مرشد سياحي لا لو ثبت ان في مرشد سياحي مثلا وهنعمل حاجه زي تغطيه قضائيه بالظبط مرشد سياحي وريني اللاينس بتاعك بخش معايا البرنامج اسمع حضرتك ايه يقول لك الكلام ده حضرتك مش في الشغل النهارده ازاي نازل شغلك ايوه المرشد بيتساعد توقيت على طول بالظبط كده ممنوع تشتغل من غير امر شغل عليه 700 مكتوبه في فرق انا مش هرجع بقى ان انا يعني هو البرنامج هتبقى محتاج حد من اول بروسيس يعني يعني حد متخصص في يعني برنامج سايد ده اوكي حد انت مثلا هخش اختار اسمه ايه روبير هيبقى معايا مثلا بقى. انا مثلا روبير الشركه راح اتفقت مع روبير ولا انا مثلا عندي ناس ضبطيه قضائيه ولكن مش معروفين بيلفوا انهي يوم بالظبط وانهي مكان ممكن تلخيص حضرتك بكتب اسم روبير يطلع لي ان روبير مثلا مشتغل ملوش شغل النهارده في النقابه طب حضرتك مع شركه كذا باخد ترخيصه وهيبقى شغال الساعه 12 بالليل؟ نعم هيبقى شغال 12 بالليل لو جه الامر الساعه 12 بالليل من شركه السياحه ما فيش حاجه
ممكن نخليها ابلكيشن. هو ابلكيشن زي اوبر كده بيختار. لو ابلكيشن يبقى سهل. ابلكيشن بيختار هو اللي هو عايزه. بس مش هنضيع برضو فكره ان المهم الحق الشركه تختار برشي معين. عايز هي هتختارون على السايت بس ممكن تبقى باضافه شويه. يعني مثلا زي ما مثلا مدام عزه مثلا ما بتشتغلش زي المرشد الجديد، ليها اضافه لان هي بقى لها كذا سنه خبره فسعرها غير المرشد الجديد. كمان لو انت كشركه عايز تختار لي مرشد معين حقك زي النظام الحالي، بس هتبقى ليها اضافه مثلا مبلغ صغير مثلا بتاع المرشد اللي بقى له كام سنه اجره اعلى شويه. احنا قلنا كلام معين عايزاه تمام. طبعا الابلكيشن ده هيسهل كتير قوي. بس عايز حد المرشد الجديد اقل مرشد في مصر 700 جنيه اقل مرشد. اقل مرشد ان شاء الله هيشتغل عربي وانجليزي. هشتغل فرنساوي الاقل لغه اوروبيه فيها 100 جنيه زياده. بس الاول عايزين نشوف حد هل ينفع حد يبني الابلكيشن ده. طبعا مليون حد يعرف يعمل ابلكيشن ممكن حد تحطها وتحط ان احنا نعمل ابلكيشن. اكيد لازم الموضوع كله اكيد هنشوف حد. طبعا كشركات وكمرشدين بيستخدموا الاثنين. انا بيجي لي اس ام اس على الابلكيشن انا بكره ما انسى عندي شغل بقى لسه هقول لو مش شركه. انا بقى بشتغل على معاك. انا بشتغل على معاك في المسافرين بره الابلكيشن. النقابه الحاليه جابوا حد من مجلس الدوله من حق المرشد يشتغل حسابنا. ان هو القانون بيقول كده وبالتالي بس تتنظم. يعني تتنظم مع الهيئات المسؤوله تتعاقد مع الضرايب بالظبط من حق كده. وانا بشتغل وليكن شغلي مثلا ان انا اعمل امر شغل لنفسي باليوميه 700 حلوه دي. طبعا حلوه دي هتحل المشكله. طبعا ايوه من حقي اعمل امر شغل لنفسي بعد الاتفاق. بعد الاتفاق مع الهيئات المسؤوله يبقى من حقي ان انا انفذها لان ما بتحصلش دلوقتي. فهنحولها الى واقع مع الفلوس من حق جاي عايز انزل بيه صديق. انا عايز اعمل ابلكيشن زي اوبر بس انا مش هبقى شركه سياحه عشان برضه شركه سياحه ليها شغلها. ايوه لكن انا من حقي جالي حد انزل بيه. ايوه واحوله على شركه سياحه. لا مش هحول. انا بيجي لي بالتليفون على ليش وهدفع ضرايبي عليه. هدفع ضرايبي عليه تمام كل حاجه. انا كده بتعامل بكريدت كارد. بنزل الشغل باليومين حسابك هيتحولها بكريدت كارد. حسابك هيتحولها يعني انت مثلا ما انا بقول لك بدل مش هتروح كل يوم شركه الاول تروح شكرا اخد امر شغل وبعدين اخد العهده وبعدين اروح اشتغل وبعدين اروح احاسب وبعدين الضرايب وبعدين شهر مارس. في السياحه اشتغلت شغل فتره هي مره واحده مره واحده. انا بقى رساله ان انا في عميل طالبني فانا بقبل العميل ده. انا لو قبلت الشغل اكسبت الشغل من شركه بيتعامل على اسمي زي حاجه اكس كده ان انا خلاص مش فاضي النهارده. هو واحد بيخش عايز احمد فلاش احمد فاضي بيدور على احمد الثاني اللي هو الاسم بتاع المرشد. اصل هو معاه اسم المرشد كمبيوترايزد يعني. فهو بيختار من الابلكيشن المرشد اللي هو عايزه بالاسم بتاعه. بيختار لو اختارني بيجي لي اس ام اس بيتحول دايركت الراتب بتاعي على حساب ال على حساب النقابه والنقابه بتخصم. انت من الاي تي ام تاخده في اي وقت؟ اروح اخده في اي وقت في الاي تي ام مش محتاج اروح اصفي للشركه واخد كذا كذا. بالنسبه للعهد وكل المشاوير اللي بنعملها اللي لها معنى لها دي خلاص مش هتعمل غير مره واحده فقط. تروح تاخد حسابك من النقابه. ضرايبك بتدفع لك من النقابه. امر الشغل النقابه بتظبطه. طب واذا حد وافق ينزل ب 500 جنيه؟ لو حد واقف في حاجتين الكاميرا بتصوره الكاميرا بتصور المنطقه. فالنهارده انا مثلا في مثلا انفينيش اوبلسك عند حتشبسوت لقيت ان في منى شغاله. انا شايفها في الكاميرا هي منى شغاله. ارجع للموظف بتاعي الموظف النقابي اللي موجود في الكشك بتاعي او في المركب بتاعي. الموظف ده عندك يوم 18/3 ده في منى متسجله ولا مش متسجله؟ متسجله يبقى صح كده تمام. طب مش ممكن يرشر الموظف؟ الكاميرا جاي موجوده. الكاميرا موجوده خلاص. الكاميرا موجوده هيقول لي انا بشتغل ماشي ماشي. لا انا بقول لحضرتك انا عندي منى شغاله. منى انت مسجله في الدفاتر ولا لا؟ منى دفعت له حاجه عشان ما يسجلهاش. طيب ماشي يبقى هنا هيتكشف ان الكاميرا مصوره منى ومنى مش موجوده في الدفتر. وعلى الاقل انا شغاله. منى مش موجوده في الدفتر. يا مش موجوده على الابلكيشن نفسه. والله انا رايي عند النقطه دي وتقولوا ان كل واحد حر يشتغل باللي هو عايزه. لكن المفروض المرشد المحترم مينيمم ياخد 700 جنيه. عمر ما اللي عايز يشتغل اقل من كده هو حر. اللي عايز يقاضي الشركه ونجيب له حقه. لان انا دايما دايما في مرشدين بيشتغلوا ببلاش صح ولا لا؟ وفي ببلاش بياخدوا فايلات سعيد مش كده؟ طيب يبقى عشان انا اوقف الموضوع ده عامل ايه؟ ان ممنوع اي حد يشتغل الا من خلال النقابه. خلاص ومن خلال امر الشغل. معلش بس يا جماعه في حاجه التنفيذ ده مش هيكون الصبح يدوس على الورق ينفذ.
بياخد على المدى البعيد لما اظبط السايتس اللي اتكلمت عنها واخلي فيه الموظف بتاع المقاول بيخدم المرشد اللي هو اصلا قاعد يجيلي يشغله لحد ما اديله 700 جنيه وخليه يكبر عليه يبقى انا برضه معلش في حاجه تاني في مرشدين لو هتديله 100 جنيه يطلع ان هو محتاج مش قادر هو محتاج بالظبط بس هقول لك وانا بعمل له كده عشان ياكل ماما وانا بعمل له كده عشان بس ما يضر زمايله مش هو هيضر هيقول لك ماليش دعوه انا عندي لازم نظام انا بقول لازم نظام بس في حاجه لازم اقول دلوقتي احنا لو كنا قاعدين تمام ممكن يجيب لنا دلوقتي تليفوني يومي محمد لسه جايب لي يومي ب 300 جنيه قلت له خدها تمام محتاج فلوس قال لا ما احنا بدل عددنا انا بقى لو عايز اقول لو في امر نقابي لو في قرار نقابي ان انت يوم ما تشتغل بعد من 700 انت هتتعاقب مش هتقدر تعمل بقول لك على حاجه انا محتاج فلوس انا محتاج ال 300 جنيه جنيه انا اللي اقترحتها انا بال 700 اللي انا بجمعها من كل يوميات مصر لو انت ما جالكش ولا يوم شغل خلال الشهر النقابه هتطلع 300 جنيه لا يبقى انت طالع 16000 مرشد بحسب الاولاد مش 16000 بيقولوا قالوا كتير دلوقتي انت بتجمع 700 من كل مصر تتحسب اكتواريا ويشوف يطلع له كام يعني انت بتجمع 10% من كل يوم يا جماعه انا عايز اخد الجايد فيه عشان بس ايوه في ناس غلابه يا جماعه محتاجين ماشي انا عايز اعمل له كده ايوه بس ما تحكيش الغلابه ده ما يضربليش الشغل انا بعمل له كده له هو انا بعمل الغلبان ده انه ايه عشان يشتغل ب 700 يشتغل بحق طب افرض هو مرشد على قده مش زيك تعبان هيشتغل بالشركه مبسوطه هيشتغل بالمينيموم عشان هو عشان هو غلبان وعلى قده هيشتغل بالمينيموم ال 700 لكن حضرتك مش هتشتغلي ب 700 انا ما بشتغلش ب 700 تمام او يعني مش قصدي بالمية اوكي ماشي بس اقل واحد محتاج اقل واحد في مصر هيشتغل ب 700 انا عندي قرار وزاري بيقول لي ما تقعدش بس انا عندي 700 عايز حضرتك يبقى احنا ممكن نقول ايه المطالبه بتنفيذ اليوميه الرسميه بس المطالبه بس تمام بس كده والوقوف مع المرشد الذي يريد يعني اللي عاوز ياخد حقه من الشركه زي انا ديت انا قانون نقابي انا اشتغلت على حاجه من 10 سنين يا جماعه الشيء اللي ممكن نعمله نخلي الموظف فعلا نقابي ونطلعه معايا حاجه وسيله سهله ان انا اقدر ادور على اسمك موجود النهارده لا وعلى داخل من الباب انا حكمتها كلها ده في حاجه بس عشان اشتغلت في اوفر الحكم انت حاكمها من ايه؟ حاكمها من الكاميرا بتاعتك حاكمها من الموظف بتاعك قبل الكاميرا بتاعتك انا لو عندي موظف ماسك الابلكيشن دلوقتي قدام معمل الكاميرا مثلا ماشي وانا عارف استاذ احمد انت هتاخد النقابه على الزيرو على البلاط ايوه ابلكيشن ايه انا عندي السايت بتاع الشركه صرف حوالي 80000 جنيه ولسه ما محتاج فلوس عشان يجيب لي شغل عشان بس المصلحه مع بعض مش تعمل بالابلكيشن بالطريقه دي محتاج 100000 جنيه لا ده انا بقى 100000 جنيه اتعاقد مع شويه مستشفيات للناس الغلابه اللي في الهرم وفي القاهره وفي الصعيد على فكره لكن ممكن خلينا نبسط النقطه دي عشان نخش انا معايا 700 جنيه اللي باخدهم حقي الشركه معايا رحت انضف مستشفى طب اقول لك حاجه مش عارف بس يا حبيبي احنا منها و10% منها لزمايلك يعني من لما بتاخد الصناديق يا دكتور طب ما في واحد يقول لك انا باخدهم من غير البتاع طب حاجه بس لحظه بس عليا لحظه بس انا لازم احاربها يا جماعه لازم احاربها يا جماعه في حاجه انا وانا بمضي كده مع الشركه انا خدت 300 جنيه تاخد يا عم اطلع تابع النقابه والنقابه ترفع لك عليهم قضيه مفيش مشكله بس اقول لك اللي بوظ منظومه السياحه السوشيال ميديا السوشيال ميديا زي يعني انت دلوقتي حاليا بسيف مش هيجي اخد قيمه هجيب لك سيف زي السيف اللي انت ماسكه هو اللي محاربك كله مضمن منظومه السياحه حاليا السوشيال ميديا فانا احاربها ازاي ان انا هجيب له سوشيال ميديا قدامه يقدر يضحي يعني برضه فاهم والتكنولوجيا قدام انت دلوقتي انا عندي موظف نقابه ماسك جهاز بتاع النقابه عليه كل اسامي المرشدين اللي حجزوا النهارده اسم حضرتك كنت داخل الترخيص كذا صح موجود عادي حضرتك في الترخيص بتاعك كذا ممكن حضرتك تدي ترخيص انا موظف معايا بطاقه ضائع من النقابه ان انا اسحب الترخيص بتاعك لان حضرتك موظف النقابه على فكره ممكن يقل قدامكم عليه ولو لا يا فندم مش هنا انا دلوقتي معايا واحد حضرتك عارف يعني ايه تغطيه قضائيه؟ يعني صافي اعمل له تغطيه قضائيه ان هو يعني ده واحد لو قال للحكومه تعالوا خدوا هياخدوا المرشدين دول ممكن الواحد يشتغل يومين مثلا في الاسبوعين انا بقى يا فندم بعمل ابلكيشن عشان اقدر اوزع الشغل على كل حقك يا مدام عز حضرتك انت درستي لغات وقعدتي يعني معاكي خبرات ومعاكي انت كواليفيكيشنز عاليه جدا ما ينفعش ان انت أنا تشتغل انا مقتنع بكلامك تمام مش حضرتك يوميتك عمرها ما هتبقى 700 حضرتك كام سنه خبره؟ كام سنه؟ كتير 20 سنه ماشي 20 سنه خبره ف 20 جنيه اقل حاجه يبقى 20 في 20 ب 400 تضاف على 700 يبقى اقل حاجه ليك انت 1100 400 زائد 700 1100
لان مش هيشتغل زي اللي بيشتغل ب 700 جنيه. واللي شغالت باقل من كده هيتعاقب، هيبقى بلاك ليست. ولو حضرتك اشتغلت من اقل من كده هتتعاقب. طب عايزه اقول لك حاجه، انا في بدايه ما كنت مرشده كنت بقبل باقل حاجه ماشي، علشان انا عايزه اتعلم وعايزه اثبت نفسي. اكيد اكيد واقول للشركات شويه شويه انا بزود النهارده النقابه بتدي الفرصه ب 700 برضه. النهارده النقابه بتمنعك انك تشتغل بملاليم. النهارده النقابه بتشتغل تمنعك انك تشتغل بملاليم. طب ولو قلت لك كده بقول لحضرتك نجار بس يظبط لي 120 كرسي ياخد 1000 جنيه. احنا مش اقل من النجار، انا مش اقل من النجار يا جماعه، المرش مش اقل من النجار. هتشتغل يوميا الاقل مرش في مصر ب 700 جنيه. وانا هقول لك اقل مرش هي دي الحاجه الوحيده بس سعر، ولا حاجه بالنسبه لاسعار بره، ولا حاجه من اسعار بره غير كده مش هقدر اسيطرها بالمره. طب هي بس تعديل بس صغير لو امكن يعني. طب احنا ممكن نبرر كل الكلام ده في كلمتين صغيرين. ناكل ايصالات نقديه من الوزاره بقيمه 700 جنيه. الايصال ده هيبقى مكتوب عليه وزاره السياحه والنقابه ب 700 جنيه. الايصال ده ب 700 جنيه ويتوزع وليه مسلسل من واحد لغايه يا فندم. الوزاره هتاخد منه وزاره السياحه تقول لك دلوقتي احنا بنتكلم في 20 سنه فاتت. لا بنتكلم دلوقتي انت في عصر السوشيال ميديا وكل ده كله بتبص على النت. انا هوصل عليك حاجه، انت مش عايز ابهدل مرشد اقول له روح البط روح هات. لا 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 انا لا انا هيستصعبها. لكن لما اقول له انت بتدخل الاسم بتاعك بيطلع لك الحساب بتاعك بتحول لك. كمل بس انا عن نفسي النت حلو هنحاول نطبقها. كمل 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 الفكره. انت بص الايصال ده ايصال نقديه من وزاره السياحه ومن النقابه. الايصالات دي هتوزع على جميع الاماكن السياحيه الموجوده في بلدنا مصر العربيه. هتبقى موجوده مع الشخص اللي احنا هنعمل ترينيه ده اللي هو بتاع بالضرب مع الايصال ده. الايصال ده اي واحد هيخش هياخد بالايصال ومكتوب فيه اسمه والايصال ده الاصل وكعب. الاصل هيبقى مع الشخص الموجود والكعب هيبقى موجود ايه او الاصل مع الراجل والكعب هياخده المرشد. ده هنضمن ان كل واحد دخل اخد 700 جنيه. لان لو ما خدش كده هيدفعها هو الضريبه. لو ما خدش هو ال 700 جنيه هيدفعها هو. ممكن الشركه تقول له هديهم لك. طب انا مالي خلاص يبقى دخلت. لكن انا عايز انا ماشي بقى انا عايز اخد الموضوع كله. انت ادفع ادفع انت بقى كل مره ادفع للشركه بقى. يا فندم انا جاي اعمل تعديل في يعني الحاجه مثلا مش مصلحه شخصيه. انا عشان اشتغل ال 700 هو يشتغل يرضى ب 100 هو ادفع الفرق. يا جماعه انا عايز اقضي على المهنه ككاريه. عايز اقول حاجه دلوقتي لما يبقى ناس في اوتيل او شركات المطار جاي واحد خواجه واحنا النهارده كام ب 100 دولار اليوميه بتاعته كتير. طب خليها 80. طب ما الشركه عايزه تكسب هتنزل من السالري بتاع المنزل. ما عايزه الشركه تشتغل في اطار السعر المعلن. يعني انا يعني النهارده هي عايزه تشتغل هي عايزه تشتغل. مريم عزه ينفع شركه تبيع البرنامج باقل من سعر التذاكر؟ انتوا زعلانين ينفع؟ لا طب مش هينفع بقى تبيع البرنامج باقل من سعر. انا عايزه اقول لك حاجه انا كنت في المطار ممنوع تبيع اقل من سعر. اخد الحجز ولو فندق عادي انا الابلكيشن بتاع الرقابه موجود في الفنادق عشان الرقابه موجود في الشركات. انا معاك عشان الرقابه انا عندي اختار واللي يعني انا بختار احمد هيجي مش هجيب لك حد غير احمد. بس احمد اللي انت مختاره مش ب 700 1100 بالظبط. ليه بالظبط؟ لان الحد الادنى للمرش حياتها 1000 مره. الحد الادنى لاصغر مرشد في مصر 700. خلاص تكتبها كده الحد الادنى. طب اكتب بقى الموضوع ده الحد الادنى العمل على النقطه بقى تطبيق العمل على تطبيق نظام التحصين المركزي من خلال النقابه بحد ادنى 700 جنيه. بحد ادنى 700 جنيه على جميع التحصيل المركزي للاجور عشان بس الطريقه المختصره اللي تتعرف بيها في البرنامج الانتخابي. خلاص العمل على التحصيل المركزي الاجور يوميات الارشاد السياحي من خلال النقابة السياحة مش أنا ماسك 700 جنيه الابلكيشن بتاعي ماسك الابلكيشن قدام الصاله مع اضافات اسم حضرتك ايه؟ بكتب اسمك بيطلع لك العوامل الخبرة لو هيكلفني والندرة كل الناس كلها حقوقها يكلفني مش مشكلة بس هي الناس كلها حقوقها وغيريها نراها الناس كلها بصوت عالي. على فكرة ساعات مصر غير المبنى عشان عارفين بس هتنزل ازاي في البرنامج. ولا حد عايز يختصر عن كده قول لنا نختصر ازاي عشان البرنامج المفروض يبقى مختصر. العمل على التطبيق
التحصيل المركزي لجور يوميات الارشاد السياحي من خلال الرقابه بحد ادنى 700 جنيه مع اضافات عوامل الخبره واللغات النادره وغيرها. تمام؟ النقطه اللي بعدها. اللي بعدها المطالبه بنسبه مئويه تخصص لصالح صندوق معاشات المرشدين ولاعانات البطاله ولصندوق التكافل والطوارئ من كل فيزا سياحيه تمنح لكل سائح يدخل الى مصر، وكذلك من كل تذكره لاي منطقه اثريه او سياحيه، وتكون اجباريه. وتكون اجباريه على كل فيزا وتذكره منطقه، يعني مش بس ابو سمبل. وتذكره في منطقه بنحاول، احنا ما بنوعدش بحاجه، بنحاول. وتذكره منطقه فضلا عن تذكره ارشاد اختياريه كتذكره ارشاد ابو سمبل بكافه المناطق الاثريه والسياحيه. يقدمها مكتب الكشك تنشئه النقابه بكل منطقه سياحيه لكل من يرغب في مرشد سياحي بالموقع فوريا، على ان تقوم النقابه من خلال اداره السياحه بها بمختلف الفروع بتوزيع العمل للمرشدين بالمناطق السياحيه فوريا لمن يرغب من السائحين الحصول فرديا فوريا على مرشد بالمنطقه السياحيه. طيب يبقى احنا مدردشة في حاجة. أولا عمل أكشاك خاصة بالنقابة العامة، إنشاء مكاتب في الأماكن السياحية للوكال جايد بس، لمراقبة الالتزام بأمر الشغل وتوفير اللوكال جايد. طيب إنشاء معلش نبتدي بس قبل الإنشاء نقول بس توفير موظفين وإنشاء أكشاك. توفير موظفين عشان في موظفين نقابيين هيعملوا انشاء وتوفير موظفين مكاتب وموظفين تابعين النقابه هيسيبونا النقابه احنا ننميها باذن ربنا لخدمه للرقابه تابعين النقابه ايوه للرقابه على العمل تنفيذ على وجود امر شغل الرقابة على العمل بس يعني مش هخش في امر شغل كده كده على ظروف العمل على العمل وتوفير المرشد المحلي او المرشد الفوري المرشد المحلي لوكال جايد ده بيبقى في الشباب اللي طالع جديد مش لاقي شغل والشركات مش هتاخده، طب ما احمله على النقابة عندي بتاع دفعة السنة الجاية وارميه في الجيزة ونزل 10 في كل منطقة مقفولة صح؟ والله العظيم هيشتغل أحسن ما خيرتي والخيال بيشتغل على الناس لا يبقى مرشد يشتغل عليهم. معلش خلي الرقابة على العمل بالنظام المحل المعلم وعلى فكرة يعني احنا برضه لو اهتمينا بالموضوع ده بالجيم هتلاقي في ناس كتير اللي هتحط الإعلانات على عندك على الويب سايت بتاع النقابة ممكن دي تساعدك ماديا جامد مثلا مطاعم سياحيه هتحط الاعلان بتاعها. عارف خطه الموضوع ده؟ عارف خطتها؟ ايه؟ عارف خطه الموضوع ده؟ هحاول ادرسها يعني اكتر من اوكي فضل. يعني الموضوع ممكن ادرسه اكتر اتعمق فيه ماشي ولو الموضوع ده اتظبط هيظبط الدنيا كلها ليه؟ لان انت هتبقى عامل حاجه دوليه هتبقى حاجه مع يعني ما حصلتش قبل كده في المرشدين السياحيين وحاجه هتريحنا كلنا ماشي بس خلي بالك هتيجي على المدى البعيد صدقني. طب النقطه اللي بعدها يا استاذ الضرب بيد من حديد على كافة محاولات العبث بحقوق المرشدين السياحيين من خلال إصدار قرارات ملزمة وإجبارية للمرشدين، يعاقب كل من يخالفها من المرشدين النقابية، وتقضي بالمقاطعة ومنع التعامل مع الشركات السياحية المختلفة التي تحاول التعامل المباشر مع المرشدين بأسعار أقل من الحد الأدنى لليوميات الرسمية المعلنة، أو تتغافل عن إصدار قصائم إقامة باوشرز للمرشد السياحي بالفنادق او بالبواخر السياحيه ما يطلعوش باشر ويقول له ما مالكش اقامه. بنفس الفندق او الباخره التي تواجد بها السائحين الاجانب او تمتنع عن صرف مقابل وسيله انتقال المرشد السياحي مع السائحين، تصرف مع نفسك في الرجوع. مع السائحين الاجانب بالطائره او القطار او تحاول تكديس المرشدين بكبائن البواخر السياحيه بما يزيد عن مرشدين اثنين لكل كابينة كحد أقصى، أو تتعامل مع المرشد السياحي بأي صورة مجحفة على متن البواخر السياحية أو مطاعمها، وأن تضم الشركات أو إدارات البواخر
التي تمارس اي من هذه تضمن الشركات او ادارات البواخر التي تمارس اي من هذه الافعال لقائمه سوداء تتعرض بموجبها لعقوبات متدرجه صعوديا تتزايد في حاله تكرار المخالفه. وانا ليه كل الناس باختصار يعني تختصر هو ما هو اوريدي المكاتب اللي انا عاملها في الاماكن الاثريه هي بتوفر لي خدمه المرشد. نوضح بقى النقطه دي، نوضحها في نقطه، نقول مثلا يعمل موظفون المغربيين الوقوف تقف مقر العمل المرشد السياحي مع المرشد السياحي في اي مشكله بس كده. انا مش عايزه القصه اللي كانوا بيرقصوها قبل كده وما بنفهمش منها حاجه. خليك سمعت ماشي بس اصل يعني ايه تقبل مجتمعي وانا خلاص تقف معايا؟ طب ايه يعني كده ما تقبلش انا قلت مره بس مش تقف معايا بس كده والله ما هتقف معايا. محدش هيلتزم وتتعهد النقابه بالوقوف الى 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 في وجود اي مشكله بس خليك سمعت محدش يقعد يقرا كل ده. هو ذلك من خلال المكاتب النقابيه. اه بس هي دي اللي انا عايز اقولها. تلتزم النقابه دي النقطه اهم نقطه. النقابه العامه بالرقابه بالرقابه مش رقابه بقى بالوقوف انا هاخد بالوقوف بجانب المرشدين في جميع المرشدين. ما ده اللي بقوله اللي عايز مختصر النقطه دي اللي كلام كلام كتير الناس مش عايزين كافه مشاكلهم النهارده ليه عشان نلخص دي بنعملها كبير عشان نفهمها ودي نعملها كبير عشان نفهم التفاصيل واحنا بنلخص كافه مشاكلهم في جميع ودي الكبير مهم جدا عشان التفاصيل دي بعد ما هتتقري لوحدها هبقى مش قادر اقول لك. يا جماعه للمره الالف احنا ملتزمين بالبرنامج ده كلنا داخلين على البرنامج ده ولكن احنا بنلخص بنلخص بده عشان نقدر ان احنا ننزل البوشور. اه ننزل البوشور ماشي نحطه على الفيسبوك. اه بس النقطه اللي بعدها التوسع 8 التوسع الكبير ماشي. بس في ملحوظه عندي معلش المشكله دي النقطه دي اتصلت قدامي انا كان في مرشدين بيكتبوا قرار ان هم اخدوا كل مستحقاتهم قبل ما يرتبوا الكورس براحته. اشرب اشرب عن معلومه مع الرايس صح ولا غلط؟ ايوه عشان الشركه تنزلهم مش بتاع بعيد الرايس دي بتاع بعيد يعني انا كلمت صاحب الشركه صاحب الكروزه قال لي هو موافق واداني القرار بتاعه. ايوه صح هو موافق خلاص وقر انا في الشركه ماشي هو مش موافق خلاص 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 خلاص. طيب اسمع بقى احنا بنقول زي ما قلنا بنقول كبير عشان نفهم احنا وبعدين بنلخص خلاص ماشي. عشان نفهم الفكره ده كله علينا. طيب هقراها اصبروا دي اطول نقطه بس عشان فيها تفصيلات مهمه جدا. التوسع الكبير بطاقم العاملين موظفين بطاقم العاملين بنقابه المرشدين السياحيين العامه وفروعها بالمحافظات بحيث يشمل عده ادارات اهمها اداره السياحه والتي تختص بتلقي اوامر الشغل من شركات السياحه وتوزيعه فوريا على جموع المرشدين وفق اسس عادله معلنه مثبته التوزيع ورغبه شركه معينه في مرشد بذاته وعوامل الخبره واللغه والكفاءه. ب اداره التحصيل والتي تتولى تحصيل كافه يوميات الارشاد السياحي الخاصه بكافه المرشدين وخصم 10% من قيمه يومياتها لصالح مختلف الصناديق التي تخدم المرشد السياحي وتوفر على المرشد بعناء المرور على كافة الشركات لتحصيل مستحقاته بعد العمل وأمر الشغل قبله فضلا عن يوم العمل ذاته بحيث يتفرغ المرشد لعمله الإرشادي فقط ولا يضطر للتحرك 3 مرات مع كل عمل، مرة للحصول على أمر الشغل ومرة للعمل نفسه ومرة لتحصيل مستحقاته حيث يكتفى بالمرور مرة واحدة كل فترة وفي حالة فراغه على نقابته لتسلم كافة يومياته من كافة الشركات التي تعامل معها أو من خلال الاي تي ام زي ما انت قلت. ج الإدارة القانونية ودي مهمة قوي عشان احنا داخلين في مشاكل قانونية عايزين نغير قانون. الإدارة القانونية وتشمل طاقم متخصصة وقوية من المحامين، هنجيب محامين مشهورين وكبار بس على حسب طبعا إمكانياتنا المادية وهنحاول نكبر إمكانياتنا المادية. الإدارة القانونية وتشمل طاقم متخصصة وقوية من المحامين والقانونيين يختصون بالسعي لإيجاد كافة السبل القانونية لتعديل مواد قانون الإرشاد السياحي سالفة الذكر والتي تحتاج إلى تعديلها بما يتناسب مصلحة المرشد السياحي وكذلك البنود الخاصة بتعديل حجم النصاب القانوني 300 وتنفيذ ذلك بما يسمح بمشاركة حقيقية للمرشدين في الجمعيات العمومية والاجتماعات الهامة الخاصة بالقرارات المصيرية والمطالبة بصفة الضبطية القضائية لأعضاء إدارة المتابعة والتفتيش المنبثقة على النقابة ومتابعة تنفيذ ذلك حتى تحققه
فضلا عن متابعة كافة الشؤون القانونية المتعلقة بتحصيل حقوق المرشدين السياحيين لدى الشركات وما قد ينشأ من منازعات. يعني الإدارة القانونية بتشتغل لي عشان رفعة المهنة، الإجراءات إن إحنا وضعنا يتحسن، مش نفضل نتخانق. طبعا ما بإذن ربنا ما يحصلش خناق تاني. دال إدارة التسويق، وتشمل مجموعة من المرشدين السياحيين المدربين والمؤهلين للتسويق السياحي لمصر. دي إدارة التسويق بالخارج، وتتولى إفادهم باسم النقابة ومرشدي مصر بالخارج لعمل التسويق السياحي وجذب السياحة من الخارج لخدمة جموع المرشدين، على أن تكون الإدارة نوايا لشركة سياحية مستقبلية خاصة بالمرشدين السياحيين بهدف تشغيلهم لو عرفنا نعملها كقانون. هي إدارة المتابعة والتفتيش، كل دي إدارات في النقابة عشان تشغلنا، تشغل المرشدين يعني تحكم شغلهم. إدارة المتابعة والتفتيش، وتتولى متابعة سير العمل بالمناطق السياحية وعلى البواخر السياحية، وتضم أيضا مرشدين، وممكن ما تكونش مرشدين، أفضل أنها تكون موظفين نقابة إلا لو أمكن إعطاء صفة الضبطية القضائية لبعض المرشدين، حيث تقوم بالمتابعة والتفتيش على قيام المرشدين السياحيين أنفسهم ودون غيرهم بالشرح بالأماكن السياحية والتصدي لظاهرة المرشد الصامت، والتفتيش على وجود قصائم إقامة باوشرز للمرشدين بالبواخر السياحية، وتتأكد من وضع إقامتهم الفعلي للبواخر السياحية ومن عدم وجود أكثر من مرشدين اثنين فعليين بالكبائن للبواخر السياحية، وذلك من خلال النزول للبواخر والمعاينة الكبائن للمرشدين، والتأكد من المرشدين عن أوضاعهم بالبواخر والمطاعم والفنادق وما قد يواجههم من مشكلات والعمل على حلها بالتنسيق مع النقابة العامة والإدارة القانونية بها إذا لزم الأمر، على أن تكون لأعضاء هذه الإدارة صفة الضبطية القانونية. واو، إدارة المشروعات، وتهدف العمل على ومتابعة تنفيذ إقامة مجموعة من المشروعات للمرشدين السياحيين، من أهمها مستشفى المرشدين السياحيين وشركة المرشدين السياحيين المنبثقة عن إدارة التسويق ونادي المرشدين السياحيين والمركز الثقافي للمرشدين السياحيين بما يحتويه من مركز باللغات والإرشاد السياحي ورحلات ومكتبة ضخمة للإرشاد السياحي بمختلف اللغات. زين، إدارة الإجراءات الإدارية، وتعني تخليص الإجراءات الروتينية اللازمة للمرشد السياحي من استخراج بطاقات العضوية للمرشدين السياحيين وتجديدها وتحصيل الاشتراكات السنوية وغرامات عدم حضور الجمعيات العمومية وصرف المعاشات وإصدار البطاقات التأمينية ونشر إعلانات النقابة ومخاطباتها مع الجهات الرسمية وغير ذلك من إجراءات إدارية روتينية. 9، إيجاد السبل القانونية التي تسمح، بس دي يعني ممكن اتنازل عنها لان انا مش اتنازل عنها. دي اوكي، بس انا ده رايي، ده المفروض يعني في تاني 12. انت عارف الادارات دي هتختصر بيها، هتختصر ده كل اداره عايزه 10. تبيين تدريب المرشدين السياحيين البودر، كافه من يطلب تاهيلا على شرح الاثار والتاريخ باللغات الاجنبيه من خلال دورات تدريبيه متخصصه وعمليه. احنا كده الاول الادارات اللي قلنا عليها دي في مسألة صعبة جدا عليك، بس في حاجة طبعا صعبة، والمصحف هنسقط بالطريقة دي، هنسقط. احنا مش محتاجين كل ده، هو اوريدي لو انت فعلت دور ان في كل مكان اثري، في نقابة وفي قناة عامة، انا خليت بدل ما هي حاليا في الوقت الحالي يا ريس. لا، في بس نقطة، انا النهارده النقابة بتاعتي نقابة طارضة وليست جاذبة، صح ولا غلط؟ صح. انا لما اعمل اللي انا كتبت له اهو، بس انا اصبحت نقابة، لا ده هو لو انا كاتبه ده الوقت الحالي اصبحت نقابة جاذبة، اصبحت ان انا اقدر اعمل اللي انت عايزه من غير ما اسرده بالطريقة دي. احنا مكتبين يا جماعة، احنا بنسرد عشان احنا نفهم احنا عايزين نعمل ايه، لكن احنا بنكتب النقطة اللي انت بتختارها. طيب انت قلت حاجة جميلة قوي اللي هي بتاعت انشاء يبقى احنا نقول في الكتاب بتاعنا محاولات انشاء مستشفى، وانا شايف بدل ما ننشئ مستشفى بعد اذن حضراتكم، انا شايف بقى يعني انت شايف دي نقطه نركز عليها في البرنامج. ايوه طبعا، علشان المرشدين عايزين، احنا كلنا جماعه عايزين نشرب، عاوزين ناكل، عاوزين نشرب، كان لازم حضرتك تسال كل واحد من الناس دي، انت ايه ربطك، انت عايز ايه؟ ده يقول لك عايز تامين صحي، عايز مستشفى. احنا المفروض البند بتاع الزياده في الانترنس فيز نسبه لينا لانشاء مستشفى خاصه بالمرشدين السياحيين، يتكتب كده لانشاء مستشفى خاصه. انت انا معاك، انا رايي انشاء مستشفى خاصه، انشاء النادي اللي هو قالوا 60 سنه كده مستشفى وانشاء نادي، تمام؟ هتبقى جزء واحد، واهم حاجه تامين صحي. بالنسبه للي هو اللي هو عشان نجيب برضه تجهيزات الفلوس اللي هي بتاعت التجهيزات كل سنه، احنا
لازم نوعد الناس ان احنا نحل لهم المشاكل دي، بس اللي هيجي يجدد هو اللي يجي المشاكل دي هتتحل، لكن اللي مش هيجي يجدد معانا مفيش طبعا. مفيش انت اكتر من سنتين ما بتجدد او ثلاث سنين من النقابه بسقط عضوك من النقابه. انا مهم بسقط وجودك من النقابه خلاص. طيب خلاص نقفل لحد نسافر. ثلاث سنين تجيلي مثلا يا جماعه يعني انا هسافر واطلع ايه مثلا يقول لي ما يصدق وانا ما اسقطش. بالظبط بالظبط بالظبط. لا انا هديلك اختار انت هتودينا فين؟ انا عايز يا معلم والله عايزين اللي رفعت المهنه. النهارده طلب مني الكارنيه بيستلم الاي تي ام بتاعته اللي بيتحول له فيها حساب اوتوماتيك. لا دي فكره تاني. كل قد ايه هقدر؟ انا اشتغلت قلنا لحظه تهمي يروح على كل حدث. انا دلوقتي بنزل شغلي النهارده وعارف ان مرتبي اتحول، مش لازم اروح اقعد في الشركه. لا شربت بالعكس ده هيكون بنفتس اعلى للناس. طبعا حضرتك كل حضرتك يعني بص حضرتك هقول لكم حاجه، احنا هنوافق قبل ما تعمل اي حاجه والله يا فندم. مرشدين عاديين تعالوا ايه رايكم؟ واحد زي ما احنا قعدنا. انا بقول لحضرتك يعني هتاخد اهم حاجه تشوف قليله ان كل حاجه بتتطور الا احنا ما بنتطورش، احنا واقفين على حاجه مش هنتطور عشان احنا على قدنا، نقابه ما فيش فلوس. انت ده مشروع كويس انا موافق عليه لو الشركات هتلتزم لو المرشدين هتلتزم، لكن في مرشد ده احنا شفنا كام سبونسر عايز يرجع فلوس في جيبه. لو في كام سبونسر وهياخد البنك اللي هيعمل لنا عايز اقول لك حاجه البنك هيعمل مجانا. عايز اقول لكم حاجه، انا اعرف دكتور ساب المهنه ولما بيجي له شغل قرشات بينزل يقول لي عايز انا برجع بالفلوس في جيبي. انا نازل يوميا اثنين ثلاثه الاسبوع انا برجع بالفلوس في جيبي 1000 جنيه ولا لا. احنا بص الموضوع سهل وبسيط بس يعني بصي حبيبي الشركات هنا مش محترمه بياخدوا الارخص ويقعدوا يعملوا نيجوشيشن. انا عندي تغطيه قضائيه بتقاضي اي حد مخالف كده ما في رشوه. لا يا فندم فعلا مش هيكون سهل لكن انا حضرتك انت مرشده وعارفه ان لو دخلت الباب ده وانا مش معايا امر الشغل بتاع النقابه ده او الابلكيشن بتاعي مش شغال ماشي النهارده دخلت الباب ده وقال لي اسمك ايه؟ تاخد مني الكارنيه مثلا انت موقف ثلاث شهور خاف اعمل كده. بص والله لو المرشدين يقفوا يسوري شلقونا لو عملنا كده شلقونا. اعمل لي 700 جنيه وعشان يروح حقه. انا 700 جنيه انت واخدين الشغل ب 700 جنيه. انا نازل ب 400 جنيه عشان بيتي ما فيهاش اكل. هقول لحضرتك على حاجه يا فندم، انا نازل ب 400 جنيه هياخد 6 اشهر. ليه ياخد 6 اشهر؟ عشان بيشتغل اقل من حد انا لما دلوقتي ما حدش هيقدر ينزل اول مره كله طبعا محل ممنوعه عملنا قبل كده مدام عزه ازاي ارفع شان المهنه؟ ازاي ارفع الدخل؟ من 8 سنين عملوا الموضوع ده، كان في ناس بتنزل برخيص. طبعا ليه مفيش رقابه؟ عشان مفيش رقابه مفيش رقابه. يا فندم طول ما مفيش رقابه طول ما مفيش رقابه كله هينزل. الانترنت مش بيكشفك كل حته في مصر. يا جماعه هيبقى في رقابه وهيبقى في فلوس يعني محدده 700 جنيه حتى يعني تتباعت للمرشدين الاول ممنوع اكتر من اقل من 700. القرار هيتنفذ ابتداء من التاريخ ده. طالما اخذ الانذار ده وعارف ان التاريخ ده هيتنفذ القرار ده وده قرار نقابي، لو انت خليته هيبقى فيه عقاب. لو انت خليته هيبقى فيه عقاب. وانا هعرف ازاي ان انا اعرف اشتغلت ولا لا؟ ان احط لك في كل منطقه سياحيه ان يعمل تشيك على الامر الشغل ويتاكد انك شغال ب 700 جنيه. هي انا مش ضد الفكره، هي فكره حلوه جدا بس عشان انا عادي مدام عايز انها تطبيقها صعبه. صعبه انا معاك جدا. مفيش حاجه بتنجح من غير صعوبه، مفيش حضرتك ما تعديش لغه من غير صعوبه، مفيش حاجه بتتم مش هتلاقي اصوات توافق المجموعه دي وتقول انا عايز امتلك الدول. احنا ماشيين بالحق والفرق هتبقى انا معاك. انا لو احنا مش هننتخب وعشان احنا ماشيين صح مش عايزين ننتخب مش عايزين عشان اقدر عشان هنعمل الصح في رفعة المهنة. ما عشان اقدر ان انا اعمل الصح لازم احكم بحاجه زي اللي بنقول عليها. ما تخلي دي بعدين لما نبقى ننجح. ما احنا ما فيش اي وعود يا جماعه، احنا قلنا ما عندناش وعود لان ما اضمنش المستقبل، انا متضمن ان انا بس لكن بنحاول فيها ده اللي بنحاول فيه. دي النقطه اللي بنحاول فيها الارتفاع في المهنه، لكن ان انا هو انا ضامن ان انا قلت لي صعبه. لازم ما اعرفش ال 10 اللي انت كل يوم النقابه من كل مرشد. تخلي كل المرشدين تشتغل. طبعا خلي كل المشيدين يجددوا ترخيص سنويا لان مش هيجدد معايا. هتتظبط المهنه هتتظبط المهنه برافو هتتظبط المهنه حضرتك يعني وهيبقى في حسن هيبقى في حسن. انا مش ضدك انا معاك انا عارف يا مدام عزه بس عايزه بتعرضي الناحيه الصعبه وانا عايز ده عشان نقدر نعرف ايه كام مرشد هيوافق على النقاط دي؟
ماشي لو المرشد يعني عايز فعلا خير المهنه لو هي دي حاجه. طب ماشي لو في احنا مش لوحدنا الحقيقه هينزل مجموعه ثانيه قايمه ثانيه بكذا كذا هيشيلوا النقطه دي وهتشوف ماشي مش هيضغطوا على ماشي ماشي والناس كلها هتجري بس احنا واضحين وامنا بنقول لهم ده اللي احنا ناويينه ده احنا هنحاول فيه. اتفضل. طب نلخصها عشان بس الوقت. طب معلش يا دكتور احنا عملنا كله. طب موضوع الفلوس اللي بتاع محمد غريب واللي قبل كده اتكلمت فيها؟ لا في اللقاء. انا اعلنت موقفي وقلته مليون مره مفيش زميل بالنسبه لي عليه اي مشكله طالما ما عندهوش اي حكم قضائي ضده. لا انا بتكلم على الفلوس. ايوه زميل الطرفين. اه الفلوس احنا يعني لازم اول بند نقول عليه هنرجع الفلوس اللي ما عليها نزاع. ده رقم واحد نقول عليه. محاولة القضاء شغال يا جماعه. القضاء شغال زي ما القضاء يحكم. زي محاولة استرجاع. مش هضيع مش هضيع مش اه طبعا اكتب محاولة استرجاع الفلوس اللي كذا كذا بعد القضاء شغال. القضاء شغال. انا مش عايز ادخل في صراعات على الفيسبوك وفي يا جماعه في القضاء محاولة محاولة وقت محاولة ليه ما المحاولة شغالة؟ علشان احنا المحاولة شغالة انا عايز عشان ما يبقاش في وحي ما يبقاش في وحي ان احنا هندخل في صراعات تانية خناقات تانية. احنا مش هنقدر بس القضايا شغالة مش هيحصل تنازل عن أي قضايا إلا بموافقة المرشدين في حل خلاص يبقى كده لو هم عايزين كده ممنوع التنازل عن أي قضايا. لن يتنازل عن المرشدين. طبعا لن يتنازل عن المرشدين على أي قضايا إلا إذا المرشدين قرروا ده من خلال يعني مثلا كل المرشدين قرروا جمعية عمومية إن مثلا هنقبل مثلا إن احنا نبيع الأرض دي مثلا ونقبلها لأنها بتاعتنا يعني ونبيعها وفي المقابل ناخد الفلوس اللي بيقولوا انها بقت اوفر دلوقتي مثلا ناخد الفلوس الاوفر دي بقى سعرها كان مش عارف 2 مليون بقى مش عارف كام مليون اوكي بقت كذا مليون هنقدر احنا نبيعها بالسعر الكبير ده ولو هي ده قانوني وصح لو ده قانوني وصح ويتاكدوا من المحاميين ياكدوا لنا الكلام ده قانوني وصح بس كل واحد يقول لك هنعمل كده وما فيهاش غلط لو فيها غلط مش هنعملها مش هنعملها بس لو واحد دفع جمعيه عموميه جمعيه عموميه تحدد لي عايزين كذا بحيث ان احنا نستفيد الفرق ده مثلا نعمل النادي في الارض الثانيه بس ما يجيش حد يقول لك ايه انا دافع 500 جنيه اه وكمان دي ما لا يعارض لا تقييم ولا اي اعضاء مجلس للمساعده القانونيه ما يجيش انا اعمل كده يرجع يقول لي ايه انت تنازلت على حقوق النقابه انت مش عارف ايه نضمن قانوني ان انا ماشيين صح محامين ياكدوا لنا ان ده صح احنا دلوقتي اخذنا الفلوس دي ممكن نعمل بقى نكسب حاجه مع الدوله الدوله دي بتحب الايه الراسمالي اللي هو يلعب ايه يلعب البضاعه والحاجات الفلوس اللي هترجع دي حط فيها نعمل دفتر زي بتاع امان العام السيسي الدفتر ده مثلا ب 500 ب 1000 الكلام ده يتحط سهم من كل مرشد في الدفاتر دي اولا الفلوس دي لازم ترجع للناس اللي دفعت فيها الاول اولا جزء الفلوس ده لازم يرجع لهم اي 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 سيب بقى بتكلم على هتبقى على اللي بقى متبقى يعني نعمل ده نعمل دفتر حاجه زي امان اللي هو عملها دلوقتي السيسي ب 500 جنيه او ب 1000 جنيه كل واحد يعني هياخد سهم من الموضوع ده كل واحد ياخد سهم من الموضوع ده انت هتقدم للوزاره بمبلغ لو نفذ مثلا دخلوا في الموضوع ده 10,000 واحد بس نفرض 10,000 مثلا هنقول في 500 تتكلم في اكتر من حوالي 5 مليون وشويه هنعمل بيهم ايه؟ ال 5 مليون ال 5 مليون دي لما نحطهم كوديعه في وزاره السياحه يبقى احنا عملنا دعم للوزاره لما انا اجي اطالب ان انا اجيب موظفين انت بتتكلم في موظفين عايزين ميزانيه دوله انت ممكن تبتدي موظف واحد في كل مدينه موظف في الاقصر يتنقل بين الاول في الاول وبعد كده نعمل كوديعة في البنك الفوائد بتاعتها بتدفع على المعاشات النهارده لما تاخد 10% من كل يوميه يا جماعه لما تعمل 10% سياحه تشتغل ده انت هتبقى اغنى نقابه في مصر هتبقى اغنى نقابه في مصر انت شغال في السياحه 10% من كل يوميه وانت بتحولها جزء منها للمعاشات وجزء منها للتامينات طب هم هيوقفوا 10% ما تخليها ما الجمعيه العموميه نعمل لا اقل حاجه انت هتعملي موظفين هتعملي موظفين هتعملي انا هحكم ال 700 يوميه مرشد سياحي ال 10% يعني كام 7 جنيه 70 جنيه 10% 70 جنيه 10% مش هيكون لهم 70 جنيه طبعا ده اللي هيتعمل منها مرشد وتامينات ومرشدين ومعاشات وصندوق زماله وزكاه وكل حاجه وهيتعمل لك منها كمان هنحاول بقدر الامكان المرشد اللي ما يشتغلش ولا يوميه في الشهر ياخد له منها جزء يتحسب اكتواريا ياخد كام؟ ما جاليش ولا يوم شغل الشهر ده ما تقعدش في بيتك من غير دخل. وهقول لحضرتك في كذا برضه على المعاش قيمته انا متصور مثلا 300 لكن ممكن الاكتواري يقول لك السياحه اشتغلت عملنا كتير نقدر نديله 700 يوميه ليك يوميه لو انت ما اشتغلتش ولا يوم في الشغل ولا يوم في الشهر. طبعا احنا مش عايزين برضه اقل
فاهمني؟ هو احنا قلنا تلتزم النقابه العامه بالنقود بجانب مرشد السياحه بكافه مشاكلهم في جامعه الملك للسياحه. احنا ليه بنكتر الكلام؟ معلش يا استاذ، احنا بناخد نقط احساسيه مش بناخد كل نقط. اوعى تزعل الحاجات دي على الفيس، هنعمل ممتاز بلاش. مفيش دعوه بالتسجيل. طب نتناقش احنا مع بعض. ها كمل كمل. بس خلينا واضحين، اي حاجه بنقولها مفيش مشكله ان احنا نعرضها. اوكي. مش كل حاجه، مش كل حاجه. ما تديش للاعداء فرصه يعرفوا ايه النقاط اللي احنا بنختلف عليها يمسكوا فيها. بالظبط. انا ممكن بقى اخليك بعد ما تخلص تعمل فيديو تقول يا جماعه بعد المناقشات تم الاتفاق على ما احنا لسه كمان هنناقش الكلام ده في صيغه عربي، ما بقول شويه برضه عشان نظبط العربي. والله عايزين صيغه عاميه عشان المرشدين ما عندهمش. ما عندهم، انا ما بفهمش العربي. اه والله صحيح. لا هي ممكن تتقال بقى، انت تقولها كده. اتفقنا على ان واحد كذا 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 بالعاميه كده. هنعملها فيديو بدل ورق يعني. طيب النقطة اللي بعدها. طيب احنا بقى متفضي اهو. الحاجات اللي هي الأولوية اللي هتتقال في البرنامج الانتخابي. واللي أنت عايزه بعد ما بتقعد على الكرسي اللي عامل الإدعاء. أيوه يا سيدي احنا معاه قلب مقالب. المرشد 11 العمل على انشاء اداره بالمجلس الاعلى للاثار او الهيئه المسؤوله عن الاثار للمرشدين السياحيين القائمين على شرح الاثار والمثبتين بعقود، وذلك لمن يرغب من المرشدين في عمل ثابت كمرشد سياحي مثبت تابع لوزاره الثقافه، يتقاضى مرتبا شهريا ثابتا من الوزاره او من نقابه المرشدين السياحيين بحسب الاتفاق، ويعمل وفقا لقوانين العمل بالدوله، ويكون له كافه الحقوق والواجبات التي للموظف العام. مع وجود النظام البديل والقائم حاليا والمتمثل فيه المرشد السياحي الحر الذي يخضع لاشراف عمله لاشراف وزاره السياحه كالوضع الحالي. ان شاء الله باذن الله. ويكون للمرشد السياحي حريه اختيار اي النظامين او التحويل من احدهم الى الاخر وفق قواعد. لا طبعا. اولا انا كمرشد بقى سياحي انا شايف نفسي اعلى من الراجل اللي هو مفتش الاثار. انا راجل لارج، انا بيه. ازاي اجيب واحد خريج اثار اشغله غايب وفي نفس الوقت بياخد مرتب من الدوله؟ مين قال كده؟ مين قال كده؟ انت بتعكس، انت بتعكس خالص. ازاي؟ العكس هو بيقصد العكس. انا بقصد العكس، انا بقصد ان انت كمرشد سياحي تشتغل زي ما انت شغال كده، او تقول انا عايز ابقى ثابت، انا مش عايز اشتغل فريلانس، انا عايز اشتغل كمرشد تبع وزاره الاثار او تبع النقابه. بحيث ان انت يعني ايه المرتب؟ يعني مرتب شهري لو انت عايز اللي عايز. هو اوريدي كده كده الحكومه ما بتشغلش حد. اهو برضه خلاص بقى. ماشي خلاص بقى. خلاص اللي بعده دلوقتي. النهوض بكافه المزايا الماديه للمرشد السياحي من معاش محترم وتامين صحي ملائم وتامين اثناء العمل مع زياده سنويه بنسبه ثابته ليوميات المرشد الحر التابع لوزاره السياحه والمثبت التابع لهيئه الاثار والنقابه، وهذا ما لا يتاتى تنفيذه الا في حاله العمل الجاد والحقيقي بمعظم ما سبق ذكره من الخطوات. تسهم في تقدم شأن مهنة الإرشاد السياحي من جديد، وتسمح بضبط إيقاع العمل بالمهنة، وتوفر الإيرادات اللازمة لتحقيق كل المزايا المادية التي يصبو إليها كل مرشد سياحي في أرض الكويت. حلوة جدا. فكرة عامة يعني. طيب، مين اللي هيصرف بقى على ال المفروض إحنا عندنا الدخل من الـ 10% بالـ 700 الانتخابات على الانتخابات دي وال ممكن أنتوا تقرروا، ممكن نعمل نكتفي بالدعاية الفيسبوك، عايزين تعملوا بروشورز وكده، خلاص نشوف احنا عددنا كام، وانا باثنين كنقيب، ومثلا احنا 8 بنقسمها على 10، انا باثنين وكل واحد يدفع نصيب، لا لا يريح. هندفع فلوس ده بدل ما ناخد؟ مين هيدفع لي بنزين العربيه وانا جاي من مصر؟ يا بقى تحيا مصر وتحيا مصر. الناس اللي ساكنه بعيد. انا شايف نفس القصه والله، انا راكد على المرتين. اعمل ايه طيب؟ لو احنا مستعدين نقدم هندفع. لو انتوا عايزين تعملوا بس هتعملوا الورق اعملها على الفيسبوك. مين هياخدها؟ خليك على الفيسبوك، كل الناس دلوقتي على الفيسبوك، خليها على الفيسبوك. مش كده؟ بس هنحتاج برضه شويه صور. قبل الانتخابات عند النقابات. لا في حاجه عند النقابه النقابه العامه هتحتاج النقابات الفرعيه، لازم التيم بتاعنا يسافر بره. مفيش حد يصرف علينا يعني. يا جماعه انا شفت فيديو خطير خاص بالنقابه العامه. جايب لك الصوره دي. نسبه المرشدين السياحيين. اولا 50% القاهره القبرى. اوكي. 45% سوري 40% البحر الاحمر. تمام. الصعيد 5%. اسوان 1%. دي اخر احصائيه عندك على الصفحه العامه بتاعت قناه مرشد السياحي فيديو كده. تمام. طيب يبقى انا النهارده محتاج القاهره اخد فيها 25%. محتاج البحر الاحمر اسافر
عشان اظبط مع اللي هناك اخد 25% نجاح. مش ولا الانتخابات بقى معلش اللي تبع البرنامج بتاعك. لازم الناس دي كلها في التيم هيسافر الصعيد. سوري البحر الاحمر. الصعيد انا اكتفي بالدعايه على الفيسبوك اوكي مش مشكله. وكونتاكت الناس اللي عارفه زي انا في الصعيد. لكن لازم يبقى في على الاقل خالص لو اجتماعين اجتماعين بس في كل نقابه فرعيه على مستوى النقابات كلها. اسكندريه 1% مش عايز اسكندريه. هتعملي فيها؟ ليه 1%؟ نسبة النسبة اللي عندك في في كده هو الخدمة؟ على فكرة الكلام ده موثق لسه امبارح بالليل. أنا أوريدي لازم أشتغل على أرض الواقع. يعني هنسافر على حسابنا كل واحد هيسافر على حسابه. شو ما أنت عايزة تقعدي في لا مش عايزة أنا عايزة أقعد في بيتنا أنا ماشية. أنا والعمل التطوعي لا معلش العمل التطوعي ليه ثمن. ثمن؟ عشان أصوبك معايا. والصلاحيات ليها ثمن. ثمن؟ أكيد. أنا كنت من الناس من الناس يعني ماسك الحملة الحملة الرسمية بتاعت موسى مصطفى موسى. كنت منسق عمل حملة. تمام؟ أنت عارف إنه أنا عارف مؤيسر بس أنا عارف إيه يعني عارف أعمل إيه بعد كده. بس ما كان أنا كنت عارف أعمل إيه بعد كده عشان أصوتك معاك. أنا شايف إن إحنا نجحنا. أه طبعًا جبت أصوات لا بأس بها. وفي حاجات تاني يعني معلش الفترة الجاية. الشو يعني إعمل إيه إحنا عايزينه خلاص أنا خدته أنا نفسي النصر خدته. فالحاجات دي ليها ثمن معلش. والله أنا كنت هي مش مكلفة. أنا شايفه مع النقابة مش مكلفة. بس أنتوا بتعملوا فيها إيه؟ رئيس. طب ما نشوف حد يصرف علينا يا جماعه مفيش جهه تصرف علينا مفيش حد بيتبنى حد ليه في بند برضه بند ممكن نفكر فيه اتفضل دلوقتي شركه سوي عامله عايزه تفتح يعني حد سبونسر ليها في اي مجال حلو قوي هاتهالنا دي لو احنا رحنا بصفتنا كاشخاص يعني ورحنا تعاقدنا مع شركه سوي على سبيل ان هي احنا اي شغل بتاع تحويل فلوس تحويل كلام من ده يبقى عن طريق ايه؟ النقابه. النقابه. بس حلوه دي قوي. شركه وي شركه وي فيها ميزه حلوه جدا. النهارده هي عامله جايبه مين محمد صلاح وجايبه مثلا ممثلين وجايبه حاجات زي كده. نظرا لما تعرف في نقابه فيها 30,000 واحد او اكتر او اقل الناس دي ممكن تبقى هم ليها يد فيهم او ليها ممكن تاخد مثلا تخطيطات او كلام من ده زي فودافون وكلام من ده. زي ما احنا هيبقى لنا الاسبقيه يبقى لنا الاسبقيه ونعمل حاجه اسمها يبقى كمان التحويلات لو انت عايز تحول فلوس ممكن تحولها بدل ما تحول فلوس على النقابه ومش عارف ايه تحولها على طريق مين نظام التحويل زي فودافون كاش فكره ممتازه فكره ممتازه بس عايزه بقى مين عايزه مين بقى عايزه شخصيتين يكون اقوى حد الناس في ناحيه التمانية يعني يكون حضرتك مثلا ومدام عادل عايز يروح لا مدام عادل يعني هو عادل خلاص يكون متحدث يكون متحدث لابق ويكون معاه البرنامج ويكون معاه انا راجل متحدث باسم النقابه وممكن هبقى كذا 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 وانتوا اول ناس ممكن يفتح معاكم الموضوع ده ليه ما بتفكروش ان النقابه ممكن تنجحوا ما بينها لا لازم حد يصرف علينا انا لو لقيت معلش انا هدفع فلوس من جيبي انا انا مش بشتغل كده هينفعك معاك كتير ادفع فلوس ليه؟ الاعلانات في الحاجات اللي ممكن نقدمها هل النقابات اللي قبل كده اللي نجحوا عملوا كده؟ اه ما عملوش كده عملوا كده حاولوا يعملوها فودافون ومبنيين بس كان فيها لعب الاول هنعمل محاوله لكن دي احنا لسه شركه جديده شركه جديده لو احنا رحنا هناك واتكلمنا بس يكون يعني اختار ناس كده هنقدر ناخد منهم مفيش مشكله فين مقالاتي؟ طب مصر خمس ده في كل مكان اعتقد ان في شركه خاصه علشان مصير اتصالات مصير اتصالات عامله مراكز عايز تعمل دعايه ليها على مستوى مصر وي لسه فعلا النهارده لو عايزين نقابه قويه زي نقابه المرشدين السياحيين واحنا هنعمل ممكن نعمل لكم لوجو ممكن ناخد اللوجو بتاعكم مثلا على التيشيرت الاجانب كمان لما يجوا انا بيقول لي ايه هات لي خط اوديه فودافون قال لي انا بقى لابس سكتي ايوه هنعمل بقى عن طريق وي بعدين احنا ممكن برضه خلينا نسيتوا حاجه يعني برضه خلينا ناخد الفكره كده احط على البوست بتاعنا اللي هنعمله بالمجموعه بتاعتنا اه وي بس لا ده السبونسر تمام واكتب كده خلي الشعار بتاعنا احنا معاك مثلا احنا منك لا بلاش احنا منك دي احنا معاك احنا معاك اه بس انت لازم تصرف عشان الناس ما بتفيقين انت النقيب ممكن ناخد ناخد حاجه في احنا الشغل بتاعتنا نصيب اتنين مش كفايه عشان اوصلك معاك برضه يوم ثلاثه بص بص عشان بس ما تفيق انت داخل تنجح مش داخل تصرف بص يا دكتور رامي كمان ممكن نعمل حاجه كويسه لا مستر ممكن ننزل احنا بننزل بس نوصل الاصوات بنستوي في الحر ممكن الكابات ونظام الحاجات دي كلها تبقى مكتوب عليها وي برضه دي دعايه ليهم وفي نفس الوقت احنا في الاماكن السياحيه وكلام احنا هنصور وي شوفوا السبونسر دي اللي عايزينها انا لو هيبقى في مصاريف بينا انا دي مش هم يدوا 8 يبقى 82 10 هم يدوا يا جماعه انا اكلمكم
بصراحه انا مش هدفع فلوس كتير في القصه دي بالظبط. وانا كمان لان المسيح يعني انا هي يعني معلش انا انا لما انا ما بشتغلش شغل كتير لان بنزل يا جماعه انا شخصيا يعني. انا شخصيا انا مش هنزل اللي عايز ينتخبني عشان اخدم ماشي مش عايز يا مش هدفع عايز معلش سيادتك ما في حاجه بس في حاجه طب نصر عارفك المجموعه عارفاك ما هو ال 16000 مش عارفينك اديني بادجت انت ناوي انا انت افكار انا شايف انها تنجح من غير اي حاجه مصر كلها عندها افكار عشان بس انت مصر كلها عندها مصر كلها عندها افكار اقدر اخلي وي معايا اجيب فلوس ابقى انا عندي مصادر اصرف ايوه لكن انا 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 ماشي انت راجل ناجح بس انت هتديني ايه؟ طب وانا عايز ادفع حاجه بس طب نحسم بس الموضوع انا عايز اسال معلش في حاجه هو احنا بنقابل المشرفين فيها